أنا أحب الكفار. أيوة أقولها بملء فمي. أيوة أنا أحب الكفار. فضلاً أنا أحب الإخوان المسلمين وأحب الشيعة وأحب البوذيين وأحب الكفار دول المسلمين طبعاً من كفر وأحب السلفيين الوهابيين وكله. وأكره ما أراه باطلاً في أفعالهم وفي أفكارهم. يا إخواني خلونا نتعلم هذا. نحن لا نبغض الذوات، الذوات فيها سر النفخة الإلهية. نحن نحب الذوات التي نفخ الله فيها من روحه التي صنعها مولانا. نكره الفكر المنحرف، نكره التصرف الباطل. أقاتل من يقاتل، من يهدد وطني، أتقرب إلى الله بمقاتلة هذا الذي يعتدي على بلادي، لكن قلبي يصان عن البغضاء. نحن محتاجين هذا يقوم.